الفنان والملحن سلطان السامرائي، اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا اختي دعاء، صباح الخير عليكم وعلى كل متابعين يا هلا قناة فيك. فجيرة. الله يحفظك بداية بدنا نشيد بهذا الصوت الشجي الله يحفظك. والعذب، ولكن حبينا أيضا بابا نعرف تفاصيل كثيرة خلف هذا المشوار نعم الفني الرائع. بدأت كمنشد، نعم احكي لي كيف كانت البداية، ويمكن لماذا اخترت الإنشاد في البداية؟ نعم البداية اختيار الإنشاد وقراءة المقام بكل أصنافه والموشحات مرتبطة بارتباط روحي في المدينة اللي أنا خرجت منها. أنا خارج من مدينة سامراء، مدينة ثقافية مهتمة في علم الأنغام والمقامات ومليئة بالقراء الموشحات، فأنت خلاص أنت متربي بنصهم متشرب بوسطهم، لهذه الثقافة متشرب لهذه الغنائية. الثقافة، وخصوصا عندهم ثقافة، فهناك جلسات أسبوعية لقراء المقام والموشحات، جلسات في المدينة ككل، يعني مثلا خميس واثنين لازم في تكون جلسة فيها مناقشات عن مقام وقراءة الموشحات، فخلص الترابي وأنت صغير متشرب هاي أها، المدرسة إذا كلها. يعني توافقني رأيي إنه البيئة تؤثر على طبعا أذننا طبعا الموسيقية أكيد أكيد وبتنمي أيضا شغفنا أكيد بالموسيقى وقراءتنا للمقامات، أكيد ولكن أكيد مين اللي دعمك في هذا المشوار؟ بداية دعم أكيد من الأهل، الوالد والوالدة، خصوصا لما عرفوا عندي موهبة، والموهبة موجودة أصلا عند شقيقي الأكبر، شقيقي الأكبر أها، أنا قارئ مقام، فبدت هي صدفة بحتة أنه قاعد أنا أقلد على أخوي الأكبر، بعدين فحسوا اكتشفوا أنه وجود. في موهبة، وصادفت أيضا أنه جاري أستاذي يدرس النغم، فعلمني بداية الأنغام ودرجت ككورال لما وصلت للمرحلة بالفعل الثانية. جميل، ولكن يمكن شوي أبرز، خلينا نقول هلا عن الأناشيد الدينية والوطنية اللي قدمتها طبعا في، خلينا نقول في الأيام الثقافية في الشرقية، هل أيام كان في بعض نعم الأناشيد البارزة اللي نعم قدمتها سواء وطنية أو حتى نعم نعم دينية؟ الأيام الثقافية بالشرقية، بس أحب أعرج عليها تعريف سريع، أيام رائعة جدا اللي تنظمت من قبل دارة الثقافة، الجمهور متعطش، يعني لما رحت أنا انصدمت ما شاء الله على كمية الجمهور، يعني صغار وكبار كل الأعمار، غير عن مثلا لما أروح في المدينة ألقى جمهور فقط محدد يستمع، لا هم كلهم متعطشين حابين يسمعون. فقدمنا مجموعة أعمال مثلا حي بالشهامة، قدمنا نبذة عن مقامات، عرفنا عن الفروق بين المقامات بشكل عام بشكل مبسط، مبسط، وحبوها جدا. يعني جميل. بس نحن حابين نسمع منك إشي سلطان، يعني إيه أكيد لا نكتفي من هذا الصوت حاضر الشجي. حاضر يعني. فينا القلب صوت قال يا ناس الحياة حلوة، إن الحب لكل الناس، كلنا الآدم وحواء، كن كالشمس تعطي الضوء لهذا العالم بسره، عيش الدنيا فاعل خير، بالك قلبك تخسره، ودق ايدك بالبيبان خلنا ابيض يظل قلبك، ازرع فرحة عيش انسان، حب العالم تحبك، شكرا لمن زرع لما الفنالة، بسمة وجمالا بين كل الناس، شكرا لمن كان حقا ساعي للمحبة داعي، هذا أحلى حساس، شكرا لمن زرع لما الفنالة، بسمة وجمالا بين كل الناس، شكرا لمن كان حقا ساعي للمحبة داعي، أحلى إحساس. الله يعطيك العافية، ولكن أيضا الله كان يحفظك. لك مشاركات كثيرة في نعم أماكن مختلفة، نعم وإحداها هنا في دولة الإمارات نعم وفي إمارة الشارقة شارقة بأعلى وجه الخصوص، وبرنامج مش منشد الشارقة. الشارقة. نعم احكي لنا عن هذه المشاركة، وكيف من الممكن أنه هذه المشاركة ساعدتك في نعم مشوارك الفني وتفاصيلها نعم أيضا؟ مشاركة مهمة جدا بالنسبة لي، كون هو هذا البرنامج الوحيد المتخصص في مجال الفن الإنشاد. الهادف والإنشاد والمقامات، غالب البرامج
تكون عامية أكثر، تركز على الغناء بشكل عام، لكن هذا البرنامج متخصص والمتسابقين من جميع أنحاء العالم، يعني أصبح الموضوع مش عربي بل عالمي، يعني في ناس قاعد تجي من فرنسا وألمانيا وكثير من الدول. فشاركت أنا، كان عندي طموح من شاركت في 2017، كان عمري 18 سنة، كان عندي طموح من عمري 15 سنة أنه أدخل، وأكثر من مرة أترشح وما تصير الفرصة، لما وصلت 18 سنة قال خلاص يعني لازم تشارك. فمثلت العراق، تجربة رائعة جدا، المحكمين كبار، الفنان الكبير لطفي بوشناق أوجه له تحية، أسامة الصافي والمجموعة الباقية بالبرنامج، أستاذ وسيم فارس مدرس المقامات، ومشاركة مهمة درجنا فيها وصلنا فيها النهائيات، ما حلفنا حظ بأخذ اللقب، لكن التجربة أضافت لي كثير، خصوصا الوقوف على مسرح مثل مسرح المجاز. جميل، ولكن اليوم ذكرت أنه البيئة تؤثر على الفنان وأيضا دراسة المقامات. اليوم في أشخاص عندهم الصوت الجميل بالفطرة، ويمكن وجدوا على هذه الحياة بيمتلكوا هذا الصوت الجميل، وهل تعتقد انه بالتدريب قادر الانسان على اداء المقامات بالشكل الصحيح؟ طبعا طبعا، حتى لو ما بيمتلك صوت رائع، مو شرط صوت رائع، في ناس مؤديين، يعني مو شرط يكون في ناس، اذا في مؤدي، وفي في كثير فنانين حتى في مصر، مثلا فرقه على سيره الفن، مثلا فرقه كاريوكي او كايروكي مصر، الفرقه هم مش مطربين بس قاعد يوصلون امكانياتهم بشكل كبير، يعني يعرفون اختيار الصح، اللحن الصح اللي يلائم مساحة صوتهم ويناسب صوتهم. هذا ما يجي ما يجي من فراغ، اكيد في التدريب وتعلم المقامات وتعلم كيفية عمل الموسيقى بشكل عام. صحيح، خلينا نرجع لمنشد الشارقة. ومشاركتك في منشد الشارقة اليوم، يمكن قد ايه مهمة هذه البرامج لتمكين ويمكن إثراء الإنشاد وأيضا المقامات في وطننا العربي، وأيضا يمكن تسليط الضوء على أهمية الإنشاد وقراءتنا للمقامات وأيضا الغناء بشكل عام. وجود برنامج مثل الشارقة محطة كبيرة لكل الناس، خصوصا الذائقة، المستمعين لموضوع المرشحات، ذائقة صعبة خصوصا في هذا المجال، يعني مستمعين مو في المستمعين العامين، مستمعين محدودين ويكونون دقيقين جدا، يعني في حال انا اديت خطا ممكن المستمع العام يقول لي انت اديت 1 2 3، كان المفروض تسوي 4 5 6. إذا النقد أيضا تحصل عليه من الجمهور. أي نقد يعني دقيق جدا، يخلي مسؤولية عندك، لأنهم ذوي خبرة، وذوي اختصاص، فتخلي مسؤولية عندك إنه تقدم الأفضل. فلما احتكينا في برنامج مود الشارقة واحتكينا بفنانين مثل لطفي بوشناق، الصعود على مسرح مجاز، مسرح كبير وهيبة كبيرة، الهيبة أول طلعة رعب، يعني فيلم رعب. أول ما دخلت شفت أستاذ لطفي على مسرح الجمهور، بس بوعت عليه قال لي هدي عيش استمتع، فبعدها لا الموضوع اختلف. جميل للغاية، ولكن يمكن حابين نسمع منك شيء كمان سلطان. أي حاضر. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تيامي يا معدن الجود، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، طالما أشكو غرامي يا وأنادي يا تيامي.
يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. قشعرت أبداننا نحن في الاستديو. صراحة يمكن بالفعل أداء جميل للغاية سلطان، ولكن حابين كمان يمكن نعرف منك، شاركت في أغنية خمسة لسلامتك. نعم. احكي لي عن تفاصيل هذا الأمر. حملة خمسة لسلامتك حملة انطلقت من الشهر الماضي مستمرة لنهاية شهر 9، حملة بإشراف وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإمارات والتعاون مع أدنوك وإينوك والإمارات. حملة طبعا كلمنا مع مخرج الأستاذ محمد طعمة، تكلمني بخصوص انه ممكن كيف ممكن نعمل اغنيه تساعد على التوعيه كنوع من انواع التسويق للحمله. فاشتغلنا عليها لمده شهر تقريبا. فهي فيها خمس قواعد الحمله، انه حزام الامان وخزان الوقود، يعني بشكل عام هي مهتمه. فسوينا عملنا كلمات بالتعاون مع فريقي مع الاخ الشاعر والاعلامي الصديق أستاذ تامر صياح، عملنا قواعد خمس فيها: السلامة لا تمس نقولها جهرا وهمس نقولها، ابقى حذر لا تقرب الدخان، واطفئ السرعة تعيش بأمان، اغلق محرك وقف الخزان، وابقى مكانك تصبح الكسبان. قواعد خمس فيها السلامة لا تمس. فالعمل انتشر الحمد لله في وزارة الطاقة ووزارة الداخلية وكل منصات اللي متعاونة، وحبوا الجهات جدا للعمل. ومستمر هو، وغالبا حينسمع حتى في المحطات الوقود. رائع. بشكل عام جميل جدا. كمان لما تكون الاناشيد لهدف معين طبعاً، او فيها رساله طبعاً معينه. ولكن انت كسلطان تميل للانشاد ام للطرب؟ ما هي الموضوع، ما في هن شيئين ما ينفصلن، يعني هم متكاملين. انشاد جزء من الفن، هاي دائما اقولها. احنا بداية ظهورنا دائما خلينا الإنشاد على جنب والفن على صحيح جنب، لكن بالنهاية هي إنشاد جزء من الفن لأكثر من سبب. يعني هسه أنا إذا أريد أسجل عمل، أنا حروح الموزع موسيقي، حروح الملحن فاهم في الموسيقى. صحيح. أنا ما حقدر أنفصل عنه، ما مستحيل مستحيل أنفصل عنه. فشيء المجتمع بدأ يستوعب الفكرة أنه لا، المنشد يقول هو فنان في النهاية، يقول أشياء وطنية، يقول أشياء وجدانية. صحيح. يقدم أعمال هادفة، مشاعر. هو مثل ما دا يقول هو إنسان، ومثل ما دا يقولها بالفصحى يقدر يقولها في العامية. يعني ما يصير أنه بالفصحى عادي وبالعامية لا. لازم نحن يمكن ندمج هذه الفكرة طبعا. طبعاً ضروري تنرماليزة، نخلي الناس تشعر أنه هو الإنشاد جزء من الفن والطرب، أكيد جزء لا ينفصل أبداً. ولكن اليوم نحن عم نشوف يمكن عدد كبير من خلينا نقول الفنانين اللي امتهنوا هذا الأمر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في بالفعل خامات صوت رائعة ومواهب جميلة للغاية. وفي بعض الأشخاص يمكن اللي لا يمتلكوا الموهبة الكافية، ولكن اليوم عم نشوف أنه يمكن هذه المنصات فتحت لهم الباب للعالمية أكثر يمكن حتى من بعض البرامج. نعم. اللي ممكن يشارك فيها. نعم. أي شخص يمتلك موهبة. نعم. اليوم هل بتستغل أيضا أنت مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المنصات لا يمكن تتفاعل مع جمهورك وتصل؟ نعم. إلى شريحة أكبر من الجمهور؟ نعم أكيد أكيد. أنا شوية مركز موضوع انستغرام وتيك توك لأنه بالفعل هو اللي اليوم يصنع النجوم. هو يصنع النجوم، بس صراحة مقصر شيء، بس موجود يعني بشكل كيف عام. كيف تفاعل الجمهور معك سلطان؟ الحمد لله تفاعل ممتاز، محب الجمهور اللي عندي الحمد لله محب الشيء اللي أنا قدمه. لما أغيب فترة يزعل، ودائما أواجه عتب من كثير من لما ألتقي فيهم إنه أنت مقل، يعني اشتغل أكثر. أقولهم والله تنزل عمل من أسبوعين أو شهر. هل جودة الصوت بتطلع بالفيديوهات مثل الصوت يمكن في الحقيقة؟ يعني يمكن وجود بعض الأدوات اللي بتسجل الصوت بطريقة احترافية. نعم. بتساعد على نقل الصوت بطريقة صحيحة، النويز كانسليشن وبعض الأمور اللي نعم بتساعد على إظهار الصوت على حقيقته. نعم. ولكن على منصات موقع التواصل الاجتماعي يمكن ما عندنا هاي الخيارات. موضوع أبسط، مواقع التواصل الاجتماعي موضوع أبسط، خصوصا أنت إذا قاعد تشتغل على صفحتك أو قاعد تنتج لنفسك، ما حتقدر تروح الاستوديوهات وتعدل الصوت وكذا. يعني خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي محتاج لها نشاط. صحيح. محتاج نشر، يعني جهد كبير، عملين كل اسبوعين او ثلاثة اعمال عشان الناس تسمع لها. الناس مو مثل قبل، يعني هسه يريد العمل دقيقة ونص،
دقيقتين سلام عليكم. ما بده 20 ثانية بالفعل. أي يعني كل ما قصرت وتاخذه بسرعة بنوع الإيقاع بنوع اللحن تشد الشخص حيسمعك، بس لما تسوي أعمال مثلا يعني فات عليها أكل عليها الدهر وشرب ما الناس ما راح تلاقي اي تفاعل حتى لو كنت تمتلك الموهبه. لا لا ما صراحه انت يعني اذهلتنا في استديو صباح الخير يا وطن، تمتلك موهبه رائعه للغايه. نحن رح نختم مع المشاهدين والجمهور ونرجع لنختم الحلقه على يمكن اغنيه من اختيارك او انشوده حتى من اختيارك. تمام ان شاء الله. مشاهدينا بهيك نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن. انتظرونا غدا بنفس الموعد على الساعة 10 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، لن طل عليكم عبر شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. تفضل. مرحبا يا هلا حي بالشهامة، مرحبا بالصقور المخلصين ضامنين الوطن صانوا احترامه، قدرهم عندنا عالي وثمين، هم حماة الوطن يوم ازدحامه، يوم ولد الردي قام يومهين، جمعنا كالجبال عسر الصدامة، والنشامة لهم علم يبين. مرحبا يا هلا حي بالشامة، مرحبا بالصقور المخلصين ضامنين الوطن صانوا احترامة، قدرهم عندنا عالي وثمين.